الله معقولة الصدفة الجميلة دي؟ لا ده اتفاق بقى. هو الليلة وكل ليلة في خيمة السامر ولا ايه؟ احنا الليلة دي جايين نشكرك على القهوة. ده أقل واجب. وأنا بشكرك على الأغنية الجميلة دي. هو أنا هغنيها لأعز منكم برضو؟ الليلة دي احنا ممكن نوصلك أنت والأخت اللي معاكي. والليلة دي أهو العربية على الكد والمجاز. ودي بقى صدفة ولا مقصودة؟ ولا ما عارف مين اللي قاصد يا ست حسنان. احنا اللي ما جبناش لقيتني ولا انت اللي جبت صاحبتك؟ بس انا سكتي بعيده يا معلم. واحنا اللي هنكل ولا نمل. اتفضلي. واسمك كريم ايه بقى؟ سيد المولى صاحب المحل على طول الربيع، تاني نص بعد الميدان على طول. قولي سيد المولى، مالكيش دعوه باي حاجه. والمعلم مش هيشرفني باسمه؟ اركب يا حسنات، مش هتعرفيني في الشارع كده، الناس ما بتعرفش بعض بالطريقه دي. امال الناس بيعرفوا بعض ازاي؟ قال له تعرف فلان؟ قال له اه. قال له عشرته؟ قال له لا. قال له يبقى ما تعرفوش. اركب يا روم. شهادة النحية بنت اركبي. هنركب يا حسنان. ايوه ايوه يلا. المعلم رحيم، اسمي رحيم عمران المنشار. اتكل على الله يا عم، انا ماليش مكان في وسطيكم. ليه يا معلم سيد؟ معلم ايه بقى؟ انا لا حصلت معلم ولا فنان ولا الانفوشي ولا اصل ثقافه بحاله. بتضحك يا عم رحيم؟ مهبات للموعودين يا سيدي. اطلع. مش معرف اطلع على فين؟ على السيده زينب يا معلم. روح السيده لسيدنا الحسين وعايشانا نقول كل الرضا. لا ما تغنيش، خليك في الانفوشي بتاعك.